بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. في البداية حابب أتكلم على حاجة مهمة جدا بتفسر لنا ماذا حدث أمام النادي الأهلي ورحلته في تونس، خاصة في لقاء النجم الساحلي في تونس. الدكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة العالمية بالنادي الأهلي كتب مقالة مهمة جدا اليوم في جورنان المصري اليوم، بتتحدث عن الأهلي ودرامة الكرة التونسية. النادي الأهلي نادي القرن، النادي الأهلي لما بيذهب إلى تونس، لما بيذهب إلى الجزائر، لما بيذهب إلى المغرب، بيبقى حدث غير عادي، خاصة النادي الأهلي. وده بيفسر لك ليه الأحداث والأجواء اللي كانت موجودة في لقاء الأهلي، ودايما لقاء الأهلي أمام أي نادي من الأندية طبعا الشقيقة في شمال أفريقيا بيبقى الموضوع حدث كبير وبيبقى فيه شحن زائد. بتكلم إن طوال المشوار من الفندق حتى الاستاد، جمهور النجم الساحلي بيواجهوا حافلة النادي الأهلي بالهتاف والصراخ الشديد، على الرغم من إنه جمهور النادي النجم الساحلي كانوا مبسوطين إن النادي الأهلي أقصى الترجي التونسي، والمنافسة طبعا حضراتكم عارفين ما بين النجم وما بين الترجي في تونس قوية جدا، فكانوا مبسوطين إن النادي الأهلي فاز على الترجي. ولكن فجأة تحول هذا الفرحة، هذه الفرحة من إن النادي الأهلي أقصى الترجي، إن الموضوع دخل ما بين إن النادي الأهلي هو من يكسر شوكة الكرة التونسية. النادي الأهلي وحتى أحد السادة الصحفيين سيد سامي حماني في صحيفة جورنان الشروق في تونس قال إن الكل يعني تكاتف حول النجم الساطع والنجم الساحلي لهزيمة النادي الأهلي الذي أبكى جماهير التونسية مرارا وتكرارا. وده بيبين لك ما حدث في لقاء النجم الساحلي أمام النادي الأهلي. الأجواء كانت مشحونة بزيادة وده سبب ضغط على لعيبة النادي الأهلي. ملعب سوسة مختلف شوية عن ملعب رابس، سواء من ناحية المساحة ومن دي المسافة ما بين الجمهور وما بين الملعب، وده كل هذه الأجواء طبعا لعيبة النادي الأهلي عندهم خبرات كبيرة وياما شافوا يعني صعوبات أكتر من كده كمان في الملاعب، ولكن ده بيديك انطباع عن ان النادي الاهلي لما بيذهب الى تونس، لما بيذهب الى الجزائر، لما بيذهب الى المغرب، بيبقى حدث كبير، حدث كبير جدا، وبيبقى الموضوع واخد حجم بالنسبه للجمهور وبالنسبه للشهم وللشحن والهتاف اكبر من ان النادي الاهلي مثلا لما كان، مع كل الاحترام والتقدير لكل الانديه الاخرى، سواء مثلا المريخ السوداني راح لعب النجم الساحلي في تونس، المواجهه مختلفه. لاعب فرقه عملت عليك انجازات، حققت انتصارات داخل تونس، اقصت واخدت البطوله دوري ابطال افريقيا من تونس اكثر من مره او اكثر من مره، بتفرق كتير مع شحن الجماهير النجم الساحلي اللي كانت مشحونه بزياده، وده من الحاجات اللي ادت لهذه النتيجه. على الرغم من الناحيه الثانيه نادي الاهلي بيرى الامر بشكل مختلف، ومش هنتكلم بقى عن الروح الرياضيه وماذا حدث في الهدف الاولاني والكلام ده كله، احنا هنتكلم ان النادي الاهلي عنده شوط ثاني في مصر. هاخد من كلام كابتن حسام البدري، الاهلي قادر على التعويض ان شاء الله في ملعب برج العرب مع حضور والدعم الجماهيري. هنبتدي نتكلم في استعدادات النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيستأنف اليوم تمرينه ان شاء الله في ملعب الفيتش في الجزيره. كان كابتن حسام البدري ادى لفريق الكوره بالنادي الاهلي راحه لمده يومين، اسبوع كان شاق، انك تلعب في اسبوع النجم الساحلي ومن قبله الترجي، يعني انا بروح العب في اسبوع اهلي وزمالك تونس، مش شيء سهل على اي فريق مهما كان. لو انا هروح في اسبوع، في اسبوع واحد الاعب برشلونه وريال مدريد لاي فريق اسباني حتى لو اشبيليه او اتلتيكو مدريد، هيبقى الموضوع صعب جدا عليه. لو اي فريق في انجلترا هيروح يلعب، لو بايرن ميونخ هيروح يلعب في اسبوع مانشستر سيتي وبعديها بسبع ايام هيلعب مانشستر يونايتد، لا هيبقى الموضوع بالنسبه له مش سهل، لان انت بتلعب اقوى فرقتين في تونس. نجحت في انك تتخطى فريق و هزمت من الفريق الاخر بفارق هدف، وعلى الرغم ان في شوط تاني، ولكن الامر كان اسبوع شاق مرهق في حمل بدني وذهني ونفسي كبير للغايه. فالكابتن حسام البدري فضل انه يدى للفريق راحه بعد الوصول، وهيستأنف التدريبات ان شاء الله اليوم. التدريبات هتبقى من غير طبعا اللعيبه الدوليه، شريف اكرامي، احمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعه، ومؤمن زكريا اللي انضم حديثا الى المنتخب.
ولسه في شكوك حول موضوع عبد الله السعيد. طبعا حسام عاشور هيغيب عن مران المنتخب للاصابه، ولكن هيكون في تمرين النادي الاهلي لاجراء التدريبات الاستشفائيه حتى يكون جاهز باذن الله لماتش العوده للنجم الساحلي. خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، موضوع الاستشفاء من الاصابه. عبد الله السعيد جاله مزق في الخلفيه، حسام عاشور عنده جزع في اربطه الركبه، وهكلمكم بمنتهى الصراحه في فوارق كبيرة جدا ما بيننا وما بين أوروبا في موضوع التأهيل وموضوع الاستشفاء، على الرغم من الجهاز الطبي في النادي الأهلي وفي منتخب مصر على أعلى مستوى، لكن هي القصة مش قصة الدكتور. الدكتور محتاج أدوات، هناك بيبقى فيه مغاطس، بيبقى فيه طرق وأساليب حديثة للاستشفاء. كابتن أنيس الشعلالي والجهاز يعني الطاقم البدني والطاقم الطبي مع الكابتن حسام البدري بيشكلوا عمود، العمود الفقري ده هو اللي بيشوف انك معدل الاداء البدني للنادي الاهلي عالي. وموضوع على فكره الاستشفاء من الاصابه وتوقي الاصابه اللي هي ريهابيليتيشن، والهابيليتيشن ده هو نقطه تحول الكره العالميه وخاصه في اسبانيا والمانيا. لو حضراتكم كده تاخدوا مع يعني تتذكروا معايا كريستيانو رونالدو وميسي بيتصابوا كتير، ولكن بيعودوا في قد ايه؟ اندرياس انيستا جاله رباط صليبي، عاد في قد ايه؟ موضوع هناك التطور كبير جدا في موضوع الـ 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 الثقافه، حتى ثقافه اللعيبه. يعني كريستيانو رونالدو بيبقى عنده طاقم طبي خاص ليه عشان لما يجي له اصابه يتابع مع الجهاز الطبي اللي موجود في النادي، في حاجات بيعملها في البيت بيتسرع سرعه الاستشفاء. برضه هدي لحضراتكم مثال ماذا يحدث مع مايكل فيليبس. مايكل فيليبس كان في طريقه بيستشفى منها، طريقه معينه، طريقه حديثه، وبيرجع جاهز حتى اللي هي شفط الدم اللي فيه مشاكل، لان لما بيبقى عندك اصابه بيبقى في الجزء اللي فيه الاصابه في العضله نفسها بيبقى فيه كرات دم بتبقى فاسده، فبيتم ان انت شفطها وضغط دم جديد، فكل هذه الامور بتتم انك بتبقى على اعلى مستوى من الاستشفاء. بنتمنى ان يكون في الكره المصريه في الفتره اللي جايه تطور من ناحيه الاستشفاء في اللعيبه ووقايه الاصابه. الجهاز الطبي والجهاز البدني في النادي الاهلي على اعلى مستوى في هذا الامر، ولكن يبقى بقى موضوع ان احنا نتطور في كره القدم من الناحيه التدريبيه والناحيه الفكريه وايضا في موضوع الاستشفاء للعيبه. خلينا اقول لحضراتكم ايضا في موضوع النادي الاهلي، النادي الاهلي هيلعب ماتش ودي يوم السبت المقبل. كابتن حسام البدري قرر ان النادي الاهلي يلعب ماتش ودي يوم السبت المقبل، لسه لم يتم الاتفاق على ايه هو الفريق اللي هيلعبه ومن هو الفريق اللي هيلعبه الكابتن حسام البدري يوم السبت، ولكن النادي الاهلي عنده ماتش امام الاتحاد يوم 12 اكتوبر المقبل. كابتن حسام البدري اللعيبه اللي لم تشارك في الاسبوع الشاق، الاسبوع الشاق اللعيبه اللي لم تقيد افريقيا وكانت مش موجوده في معسكر النادي الاهلي، هناك النادي الاهلي بكابتن حسام البدري عايز يدخلهم في فورمه ولياقه المباريات، لان النادي الاهلي عنده ماتش مهم مع الاتحاد يوم 12 اكتوبر، وعنده ايضا لقاء امام الرجاء قبل مواجهه النجم الساحلي يوم 21، وبوجود الاصابات اللي موجوده والغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي اكيد في لعيبه هيتم الاستعانه منهم في قوام الفريق في مباريات الدوري، ف دائما المباريات بتبقى افضل اعداد للاعب حتى يكون داخل كل اللياقه، لياقه المباريات، احساس المباريات، ضغط المباريات، الماتش غير التمرين، مهما كان الماتش والمباريات حتى لو كانت وديه افضل من ان انت تمرن، ان التمرين له جزء مهم، ولكن انت بتطلع كل شغل التمرين في المباراه، وده اللي الكابتن حسام البدري عايز يعمله يوم السبت ان شاء الله. هيبقى في لقاء ودي هيتم تحديده في الايام المقبله عشان يتم الاستعداد للقاء الاتحاد يوم 12 اكتوبر المقبل باذن الله. نروح لموضوع اخر، والنادي الاهلي يترقب قرار لجنه فض المنازعات. ان شاء الله اليوم نادي الاهلي بترقب قرار اداره فض المنازعات باللجنه الاولمبيه. حضراتكم تتذكروا الموضوع ان النادي الاهلي عمل لجنه، عمل جمعيه عموميه، وكان معتمد على ان القانونيين والخبراء القانونيين قالوا ان الماده
في القانون لم تتيح للنادي الاهلي اي اجراءات، اي خصائص لاجراءات الجمعيه العموميه سواء على يومين او ثلاث ايام او يوم واحد، وكان يعني متعللا بموضوع اجتماع خاصا. فبناء عليه خبراء، كل خبراء القانون وعلى راسهم المستشار رجاء عطيه، الاستاذ طبعا المستشار عبد المجيد محمود، واحد نائب عام واحد مستشار من اكبر المستشارين في مصر، وخبراء اللوائح الاستاذ محمد فضل الله، دول اللي دخل يعني ساعدوا النادي الاهلي في اتخاذ هذا القرار، وايضا هم من كان لهم شان كبير ودور كبير جدا في وضع لائحه النادي الاهلي الخاصه. بكره النادي الاهلي والرياضه المصريه هتترقب كيفيه اداره الرياضه المصريه في المستقبل، هل فيها شفافيه ولا ما فيش شفافيه؟ هل فيها حياد ولا ما فيهاش حياد؟ هو ده العنوان، هل في حياد في إدارة الرياضة المصرية أم لا؟ هو ده القرار اللي النادي الأهلي والرياضة المصرية منتظرة. القصة كلها إن في خلاف ما بين النادي الأهلي وما بين رئيس اللجنة الأولمبية. فهذا الخلاف يتم اللجوء، النادي الأهلي لجأ في الطرق الشرعية داخل مصر، وهو لجنة فض المنازعات اللي لسه مشكلة، على الرغم إن مع إبراز اللائحة الاسترشادية لم يتم تشكيل لجنة المنازعات على طول، لم يتم تشكيل هي هتبقى إيه تكوينها، إيه خصائصها، كل الكلام دوت لسه معمول بعد لما الدنيا ابتدت تبان وابتدت الأمور تسخن شوية، فابتدوا يشكلوا على طول لجنة فض المنازعات، على الرغم إن المفروض إن أنا كلجنة أولمبية بدير الرياضة المصرية وعايز أرتقي بيه المستوى لازم أكون جاهز من كل النواحي، وده ما كانش موجود. غدا هنشوف هل الرياضة المصرية في الفترة اللي جاية هيكون فيها حياد؟ هل هيكون في شفافية زي ما اللوائح بتقول ولا لا؟ بكرة إن شاء الله هيبان، هيبقى في ثلاث قضاة في أخذ القرار، وحتى الآن كل خبراء القانون في أي حتة بيقولوا موقف الأهلي قانونيا سليم 100%. ده اللي هنشوف ماذا تترتب عليه هذا القضاء. 45 قاضي كان بيشرفوا على جمعية عمومية جاء فيها 15,000 أهلاوي أعطوا أصواتهم، في بعض منهم كان رافض، الجانب الأغلب كان مؤيد للائحة ودعم النادي الأهلي، وكل ال 15,000 دول شايفين اللوجو اللي خلف القضاء جايين عشان هذا اللوجو، مش جايين عشان أشخاص، جايين جم عشان ناديهم، جم عشان يدلوا بأصواتهم، وكان نموذج للديمقراطية اللي والفترة الجديدة الانتقالية اللي احنا بنعيشها في مصر. 15,000 واحد راح اشراف قضائي، 45 قاضي، يعني اكتر من كده نزاهه مفيش. بعض الجامعات العموميه الخاصه اللي اقيمت في انديه اخرى كان فيها مثلا مشرف من مديريه الشباب ولا حاجه، ومع كامل الاحترام والتقدير مهما كان الاشراف عمر ما هيبقى فيه اشراف انزه وارقى وفي اكتر شفافيه من اشراف قضاء. لما يكون عندك 45 قاضي بيشرفوا مفيش حاجة أحسن من كده، أنت انتخابات رئاسة الجمهورية بتتم بإشراف قضاء، فما بالك بقى لما بيجي أعمل اجتماع خاص لجمعية عمومية وبجيب 45 قاضي حضراتكم شايفينهم، الاحترام والوقار والشياكة والأناقة واللباقة في كل شيء، القضاء مفيش حاجة بتعلو، لا شيء يعلو على صوت القانون والقضاء في بلدنا، احنا بلد قوانين، وده المشهد اللي حضراتكم شايفينه، والكل ينتظر ماذا سيحدث في قرارات الغد للجنه فض المنازعات. على فكره النادي الاهلي لسه برضو عنده في القضاء الاداري قضيه لفرض لائحه النادي الاهلي والغاء اللائحه الاسترشاديه التي لم تسترشد جيدا من اللجنه الاولمبيه. نروح لمنتخبنا الوطني، نروح لحلم كأس العالم، المنتخب كامل الصفوف قبل مواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل، اللي انضم كل المحترفين، انضم اللعيبة المحليين إلى معسكر منتخب مصر اللي بيستعد لمواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل بإذن الله. مستر كوبر تحدث كثيرا في مؤتمر صحفي على الضغوطات، تحدث كثيرا عن
انه هيحاول يتعاون مع لعيبته الكبار خاصه محمد صلاح في رفع الضغوط اللي موجوده عليهم سواء مع ليفربول او سواء مع منتخب مصر. منتخب مصر بيواجه فريق مش هيبقى سهل، بيواجه فريق ادهش غانا وفاجأ غانا وعمل نتيجه ايجابيه جدا كبيره جدا مع غانا وتعادل مع غانا. فمنتخب ما هو سهل، واحنا للاسف في بعض الامور بناخد الامور بشكل سهل وسلس، وان احنا نقدر نعدي. احنا نقدر كمنتخب وكقوام وكاداره فنيه وكفوارق فرديه عندنا كل هذه الامكانيات، ولكن كل شيء وارد في كره القدم. وفرقه ما عندهاش ضغوط وبتلعب من اجل انها بتلعب كوره من اجل الشهره، زي ما ابتديت حلقتي مع حضراتكم واتكلمت على ان اي نادي تونسي بيحقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي ده بالنسبه له انجاز عالمي. برضه نفس الشيء بالنسبه لاي منتخب افريقي، انه يعمل اي نتيجه ايجابيه مع منتخب مصر ده انجاز عالمي. وبيتحط في سي في اي مدرب، يعني اي مدرب استطاع ان هو يفوز او يتعادل مع منتخب مصر بيحط في السي في بتاعه انا في الفتره الفلانيه في اليوم الفلاني لعبت منتخب مصر وحققت معاه هذه النتيجه. فكل هذه الامور بتحط على المستر هيكتور كوبر اللي بيركز وهو في تمرين المنتخب اليوم بعد ما كل اللعيبه دخلوا، طبعا المحترفين دخلوا في التمرين، خلاص القوام ابتدى يبقى مكتمل. لعيبه اللي محترفه في السعوديه عصام الحضري رجع بسلامه الله، ايضا لعيبه اللي محترفه في انجلترا سواء رمضان صبحي، محمد صلاح، احمد حجازي، احمد الحمادي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا انا بتكلم على انجلترا بقى عندنا كم واحد، تريزيجيه و كوكا في البرتغال، تريزيجيه في تركيا، عندك قوام ما شاء الله، محمد النني برضو من انجلترا، كل هؤلاء دخلوا في معسكر المنتخب. وان شاء الله طبعا مع لعيبه النادي الاهلي اللي انضموا ولاعيبه الزمالك ولاعيبه حسام حسن لاعب سموحه، محمد فتحي لاعب الاسماعيلي، كل هؤلاء طبعا القوام الرئيسي لمنتخب مصر. نتمنى التوفيق لمنتخبنا باذن الله. كان موجود الكابتن هاني ابو ريسه، هاني ابو ريده في رئيس اتحاد الكره المصري في مران المنتخب طبعا من اجل الدعم والتحفيز. كل الامنيات ان شاء الله ان منتخب مصر يحقق نتيجه جيده. خلينا نقول برضو ان حارس المنتخب احمد الشناوي برضه طلع وصرح تصريح مهم جدا بيبان انه الروح اللعيبه، على فكره الفنشنه موجوده في التشجيع فقط، ولكن الشناوي طلع وصرح وقال ان علاقتي باكرامي مميزه ومفيش ازمات في حراسه منتخب مصر، وكل الكلام اللي بيتقال ده كلام بس، ولكن الاختيار بيرجع في الاخر للقياده الفنيه لمنتخب مصر في مستر هيكتور كوبر وفي الكابتن احمد، طبعا الكابتن احمد ناجي. وادي الصوره بتبين كل حاجه، مفيش اي خلافات في حراسه منتخب مصر، دي حاجه طبعا جميله وروح جميله ما بين لعيبه منتخب مصر. ان شاء الله هذا الالتفاف يؤدي الى التاهل الى كاس العالم. معنا خبر مهم جدا، خبر في الكره العالميه، خبر عن بايرن ميونخ العملاق الاكبر في الكره الالمانيه، واحد من اكبر الانديه على مستوى العالم. الخبر دوت هيبين لك المانيا ازاي اتطورت، الخبر ده هيبين لك ازاي المانيا بعد الخروج من يورو 2000 من الادوار التمهيديه، بعد الخساره امام البرازيل في كاس عالم 2002 ازاي، والخروج من كاس عالم 98 من قبل، ازاي المنتخب الالماني والكره الالمانيه تطورت. بيب جوارديولا ساب مانشستر سيتي وراح زار ميونخ وقعد مع رئيس بايرن ميونخ اوليفر اونس في احد المطاعم هناك عشان يستشيروا مين المدرب اللي يقدر يقود بايرن ميونخ بعد اقاله انشيلوتي. كارلو انشيلوتي المدير الفني الايطالي واحد من اكبر المدربين في العالم، فاز بدوري ابطال اوروبا من قبل مع اي سي ميلان ومرتين، ومع فريق ريال مدريد مره، ثلاث مرات تشامبيونز ليج وينر، يعني فاز بدوري ابطال اوروبا ثلاث مرات، فاز بالدوري الايطالي، فاز بالدوري الانجليزي، فاز بالدوري الفرنسي، فاز بالدوري الالماني مع بايرن ميونخ، ولكن تمت اقالته بعد الهزيمه امام باريس سان جيرمان بي اس جي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كان في اجواء كتير جدا محيطه بهذه الاقاله. اولا اي مدير فني بيجي الفرقه كان ماسكها جراديولا بيبقى في فروقات كتير جدا، لان جراديولا عنده فلسفه
الفلسفه ديت هي التيكي تاكا، اللعب والتحرك، الامتلاك الكره، اللعب الجميل. وده الصوره اللي امام حضراتكم، جوارديولا في امام المطعم اللي في ميونخ قبل لقاء طبعا رئيس بايرن ميونخ اوليجر اونر. كارلو انشيلوتي لما مسك بايرن ميونخ في السنه الاولانيه استطاع بصعوبه انه يكسب الدوري الالماني، ولكن الاداء مش هو الاداء. في دوري ابطال اوروبا الاداء مش هو الاداء، على الرغم ان جوارديولا كان بيكسب الدوري الالماني اللي من اقوى الدوريات اللي في العالم. وبصوا المنتخب، منتخب المانيا الاول بطل كاس العالم، بطل كاس القارات، منتخب الشباب بطل بطولة اوروبا للشباب، كل منتخبات المانيا مسيطره على كل البطولات العالميه. ولكن خلافات انشيلوتي مع هذا اللاعب مولر، مع ارين روبن، مع ريبيري، مع نجوم كتير جدا داخل الفريق، فقد السيطره على غرفه الملابس. ادي جوارديولا حتى وهو مع بايرن ميونخ كان بيكسب الدوري الالماني وبيكسب الكاس، ولكن بيخرج من السيمي فاينال دوري ابطال اوروبا، كان بيذهب دائما الى دور قبل نهائي لدوري ابطال اوروبا، وللاسف كان بيقع دائما مع الفريق اللي بيكسب البطوله. يعني لما بيخرج، خرج من ريال مدريد، ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا، لما خرج امام برشلونه، برشلونه كسبت دوري ابطال اوروبا، وكان واجه كلا الفريقين وكان عنده غيابات، بيأدي فلسفته، بيأدي بطريقته، فلسفته ان هو يفضل ماسك الكره زي الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي، هي دي فلسفه جوارديولا، الاحتفاظ بالكره والتمرير الكتير، تحرك الى المرمى، هي دي فلسفه جوارديولا، ان افضل انا المتحكم برتم المباراه بالتحكم في الكوره، اعمل باس كتير وافتح الديفنسات بتاعه الخصم، وباكثر مستوى من الاستحواذ والتحرك ولا مركزية بذهب وأسجل أهداف. وده كان حتى أثر على منتخب ألمانيا، لأن عشان فريق في ألمانيا الفريق الأكبر يروح يستشير مدرب إسباني، ده يبين لك إن الألمان والعجرفة الألمانية والهيمنة الألمانية انتهت، فعشان كده هم بيحاولوا يتطوروا. يعني أحد أهم أسباب تطور الكرة الألمانية وجود هذا المدرب اللي ابتدت فلسفته وفلسفة أياكس أمستردام وفلسفة برشلونة تدرس عندهم في الكرة الألمانية، فيطلع لك نجوم كبار في الكرة الألمانية، وفريق بايرن ميونخ يبقى قوي، وتشوف منتخب ألمانيا بهذا الشكل. ده كان خبر مهم جدا، وهو قال جوارديولا أنه يعني إدى رأيه. البعض بيقول لويس إنريكي، في بعض التقارير قالت يورجن كلوب مدير الفني لليفربول، بعض التقارير قالت لويس انريكي المدير الفني السابق لبرشلونه اللي خد معاهم ثلاثيه وخلف جوارديولا، بس خلف جوارديولا بعد فيلانوفا وبعد تاتا مارتينو. فكل هذه الامور هتتضح لانه ما ياخدوا القرار يوم الاحد المقبل، هتعرف مين اللي مسك بايرن ميونخ باستشاره جوارديولا. معنا خبر خفيف، احد الانديه الروسيه عملت كده خبر فانتازي، ان فانتازيا يعني ان برشلونه بعد الانقسام من اسبانيا، وخلاص بقى لو حدث الانقسام وده حاجه انا هتكلم عليها، يروح يلعب بقى في الدوري الروسي، وكان نادي اسمه يانساي كروسينيارسك. عمل تويتايه وحتى نشرتها جريده الماركا الاشهر في اسبانيا، ان وادي ميسي بقى طالعينه وقف في مؤتمر صحفي وخلفيه باللغه الروسيه، يروح يلعب بقى مع زينت بيترسبيرغ وسبارتاك موسكو ودينامو موسكو بقى والانديه الروسيه، ويلعب في الدوري الروسي، وحتى حطوا الشعار برشلونه مع انديه الدوري الروسي. طبعا الكل شهد ماذا حدث في اقليم كاتالونيا. القصه كلها ان في 5 مليون او 6 مليون نسمه في اقليم كاتالونيا اللي هي في طبعا برشلونه. 2.5 مليون ذهبوا لاقتراع على الانفصال. فالشرطه الكاتالونيه ما منعتهمش، والرئيس الوزراء ماريانو راخوي اللي بيمثل مدريد وبيمثل الاداره الملكيه دفعت بقى بشرطه اخرى غير شرطه برشلونه، اللي شايفين بقى الناس دي عايزه تخش للاقتراع، ولكن الشرطه منعتهم لان شايفين ان الاقتراع ده ضد الدستور الاسباني. فحصلت مواجهات اصيب فيها اكثر من 1000 شخص، وحتى ما بيفرقوش بقى ما بين الشرطه، يعني في اي حته في العالم ما فيش كلام، ضد الدستور ضد القانون، مش المفروض انك تبقى هنا خلاص بقى، ولا تقول لي بقى ستات وهناك، ما فيش الكلام ده، ما عندهمش تمييز، ما عندهمش تفرقه.
اللي عايزه الملك فيليب، واللي عايزه ماريانو رافاي رئيس الوزراء، واللي عايزاه وزاره الداخليه في اسبانيا هو ماذا سيحدث. فالاحتجاجات ناس عايزه تخش تتكلم على الانفصال. رئيس الوزراء قال ما فيش حاجه اسمها انفصال، حتى رئيس كاتالونيا ابتدى يطلع بتصريح احنا عايزين تدخل اوروبي للحوار مع مدريد والحوار مع الملك ورئاسة وزراء اسبانيا، ولكن الناحية التانية نفت قالت مفيش حاجة، احنا عندنا دستور اسباني، الدستور الاسباني هو اللي هيطبق ومفيش حاجة اسمها انفصال، والاستفتاء اللي تم عمله ده غير قانوني. وحتى نجوم بقى برشلونة جوارديولا وبيكي والناس اللي هي من اقليم كاتالونيا هم اللي كانوا داعمين لهذا الانفصال. كاتالونيا او برشلونة مختلفة، ده على فكرة استهجان الجمهور الإسباني للاعب بيكي، وهنا ابتدت حتى فرقة لاس بالماس اللي راحت لعبت برشلونة من غير جمهور كان داخلين حتى بأعلام إسبانيا على قميص فريق لاس بالماس. فبيكي بيأيد الانفصال لأنه هو من مواليد برشلونة وإقليم كاتالونيا، وحتى كاتالونيا وبرشلونة عندهم لغة اسمها لغة الكاتالان، ولغة الكاتالان ده عملوها لأن كان في استعمار روماني من العصور القديمة لهذا الإقليم، فحتى خدوا منهم بعض الكلمات ودخلوها في لغة هي بعيدة عن الإسبانية، فتلاقي حتى نطقهم للعبتهم مختلف عن اللغة الإسبانية. يعني مثلا كارلوس بيول هم بيقولوا عليه كارلوس بوجول يعني باللغه الكاتالان، فما بينهم وما بين بعض ممكن تلاقي جافي وانيستا بيتكلموا بلغه الكاتالان عشان حتى زمايلهم في اسبانيا، على الرغم من ان يمكن منتخب اسبانيا لم يذهب الى السيطره على بطوله يورو 2008 وكاس العالم 2010 الا بفرقه برشلونه، يعني كله يتذكر يعني لما الفرقه بتلعب فيها جافي وانيستا وبوسكيتس وبيكي، وكان عندك فيكتور بالديز وكان عندك يوردي البا، وكل دول لعيبه في برشلونه وهم القوام الرئيسي للمنتخب، وكان حتى ديفيد بيا في فتره من الفترات بيلعب في برشلونه، ولما كسبوا كاس العالم 2010 يعني 6 7 8 لعيبه قوام الرئيسي لمنتخب اسبانيا من هنقول بقى ايه، من خريجين لاماسيا اللي هي اكاديميه برشلونه، اللي نادي برشلونه حتى شارك النهارده كان في اضراب، ما فيش حد في النادي راح ولا فرق ناشئين، أكاديمية لاماسيا لأول مرة من سنين تقفل النادي وبرشلونة تدريباته انقطعت، طبعا في اللعيبة في المنتخبات ولكن حتى الأندية ولا زالت حتى الآن شرطة الحكومة بتناهض الناس اللي عايزة تروح تدي بصوتها في الانفصال عن إسبانيا، ولكن بالشكل العام ما فيش انفصال حتى الآن هيتم عمله في إسبانيا. نروح لألمانيا مرة تانية، ولكن مع تصريحات المدير الفني السابق واحد من أكبر النجوم الألمانية يورجن كلينسمان. لو تتذكروا كلينسمان واحد من الفراودة اللي كانوا جامدين جدا، لعب في كل أندية أوروبا، يعني هقول لحضرتك لعب في بايرن ميونخ، لعب في توتنهام، لعب في الإنتر انترناشونالي، لعب في مارسيليا، لعب يعني لف جامد، ان هو كان فيرود قوي جدا وهو من احد اهم اسباب ان المانيا تكسب كاس عالم 90. يورجن كلينسمان مسك منتخب المانيا ووصل بيه للقاء النهائي في كاس عالم 2002 وخسر امام البرازيل بثلاثه مقابل لا شيء، لكن البرازيل كان فيها رونالدو الكبير وريفالدو ورونالدينيو، كان صعب جدا ان انت تكسب هؤلاء. قال ان منتخب المانيا هيواجه صعوبه في الحفاظ على لقب كاس العالم، طبعا كل عارف ان منتخب المانيا هو الفائز ببطوله كاس عالم 2014، وكان بيتكلم مع صحيفه شبورت بيلد الالمانيه وقال ان في منتخبات اخرى بجانب المنتخب الالماني هتكون قويه جدا، ابرزها منتخب البرازيل اللي فيه نيمار وكوتينيو ولويس جوستافو بقى ولاعيبه جامده جدا وباولينيو واللاعب داني الفيش ونجوم كبار، دول هيبقوا عايزين يكسبوا كاس العالم. ايضا منتخب الارجنتين اخر متوقع انها تبقى اخر بطوله لليونيل ميسي وعايز يكسب كاس عالم مع منتخب الارجنتين اللي بيدربه الان سان باولي المدير الفني السابق لمنتخب تشيلي وفريق اشبيليه. وايضا عندك منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، من الوارد ان كاس العالم اللي جايه تكون اخر بطوله ليه،
الراجل فائز ببطولة أوروبا ولما لا، دلوقتي منتخب البرتغال من أقوى الأندية، من أقوى عفوا المنتخبات، وعنده أندريا سيلفا مهاجم الميلان، وعنده طبعا كريستيانو رونالدو ده الفرقة لوحده، وبعد بقى من برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وقوام قوي جدا 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 للمنتخب، وعنده اللاعب كواريزما نجم نادي بشكتاش، ففرقة قوية. وعندك منتخب فرنسا، منتخب فرنسا نجوم حد يعني حدث بقى ولا حرج. فالمنتخب كمان البرازيل عايز يعوض السباعية اللي خدها في 2014 على الأرض، ودلوقتي أصبح مختلف تماما. فكل هذه الأمور دفعت المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وأحد أبرز النجوم الألمانية كلينزمان أن يقول المنتخب ألمانيا هيواجه صعوبة في الحفاظ على لقب كأس العالم، لأن الطموحات يعني دلوقتي عندك منتخب فرنسا في بقى امبابي وفي جريزمان وفي عندك اللاعب لاكازيت وعندك وسط الملعب كانتي وبوجبا، يعني لو قعدت اعدلك بتوع فرنسا ومارسيال وكومان لاعب البايرن مارسيال مانشستر يونايتد، ده كل ده بتكلم في قدام، عندك ورا فاران يعني اكتر من جوه، عندك اللاعب كوتشيلني لاعب الارسنال مندي، ناس كتير جدا جدا جدا، كل هؤلاء يعمل لك صعوبه لمنتخب المانيا. ولكن برضه بص على منتخب المانيا والاستراتيجيه والكلام اللي انا قلته، كل ده هيبقى ان شاء الله يعني في الفتره القادمه، وان شاء الله حد من زمايلي في الاعداد يقول لك منتخب مصر يذهب كاس العالم ويعمل نتيجه كبيره جدا امام المانيا، ولما لا عملناها قبل كده في امام هولندا، وكان هولندا فيها ماركو فان باستن وكان فيها اللاعب رود خوليت وفرانك رايكارد، وكانوا كاسبين بطوله اوروبا وكانوا افضل فرقه في العالم وتعادلنا معاهم، وكابتن مجدي عبد الغني جاب جون وعمال يذلنا بيه لحد دلوقتي. ان شاء الله نذهب كاس العالم، واول ما حد يجيب جون كلنا هنفرح، مش بس عشان مصر جابت كاس يعني داخل كاس العالم وجاب الجون، ولكن عشان الجون كابتن مجدي عبد الغني. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.